السلام عليكم يا جماعة، والله كنت جالس ألعب مالت جيم سايكم تذكرتكم. فنقول طبعا سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي أما بعد اللي طلب اللعبة. بديت بداية جديدة، قلت بجرب شوي شغلات بطريقة أخف، يعني ألعاب صغيرة. ببدأ المكتب حبة حبة شو بيستوي. مرة واحدة أشوف الشركة ما أعرف كيف جالسة تنجح معي شوي شوي. فقلت قبل أني أطير زيادة وأنا ساير جالس ألعب ألعب ألعب، خلونا شي في طيران لحظة الفضاء سفن الفضاء. انزين خلونا نسوي حلقة في الدرب. أهم مشاركة أرباح أنا ويا 10% هذا. وإذا سويت لعبة ناجحة وقلت بسجل لكم الحلقة. شو رايكم في الشركة اللي يعني بديتها؟ مش حاط في بالي اني لحظة انا محتاج غرفة تطوير ثانية شغلتها حق تحديث العاب. اشوف ان الوضع ماشي تمام، بس هاي بيكون شغلتهم ما بوايد مكاتب. ابا مكتب، ابا مكتبين، ابا بس على فكرة موظف موظفين شوية. موظفين عدد الموظفين بالنسبة للشركة ترى قليل، بس يروحون وين احتاجهم. يعني نحن نبغى واحد هنا إزالة الأخطاء في اللعبة وهي تستوي. ها حسيته مهم جدا. بديت أسوي، شوف كم لعبة أنا مسوي. أسوي لعبة، لا ما بنشرها على طول. تطوير لعبة، مش تطوير لعبة سوري، تحديثات تطور تحديث. لحظة في باتش، في حد يحتاج باتشنج؟ لا اللي توها نزلت على طول تطوير. اشوفوا 300 وشي الف طاقة لعبة ما فيها بقات. اوكي روح بحث عن ناشر. للحين كله الغاز، الحين كله الغاز. انا مشي على المشهور، شوفوا يمشي 75% يمشي 40. ما اعرف كيف، انا مش عارف كيف، لكن قاعد تمشي. فشو اسوي؟ اطور لعبة الحين بالصوب، حتى الاسم عشوائي. لا عشوائي زين. طائرات، الغاز، فرع عن اركيد مثلا. هاي ما عندهم شيء، خلنا نسوي محرك مالنا. وشريت ابل بس هذا، وخليت هاي نفس ما هن في كل الالعاب، نفس الشيء ما غير فيهم ولا شيء. إزالة أخطاء خلي شغال عليهم هذا. فشكل نقصني موظف. لحظة، وإذا حسيت ها ناقصني موظف بوظف واحد، بس إذا مش ناقصني ما راح أوظف. سوي طاف يعني باختصار. حرك جديد بلس بلس. أوكي اسم عشوائي. بير إنجن لا، لأني مشتري هناك محرك خليل. إنزين فاتحين في أجسام. والفرق الفعلي بين اللعبة والثانية حاليا لحظة ما في فرق وايد فعلي بين لعبة وثانية الصراحة. مش عارف كيف الوضع ماشي، لكن هاي ماشي المية عسل. قاعد أسويهم خلاص لين يتغير. شو لا صبر، ما في اخطاء. اوكي اول شيء تشوف انه ما في اخطاء. وين الغاز؟ على اركيد. اوكي بلس 1 زين. ان نمكس ليش؟ الحكم تعبان. صبر بدل الاول. انا شو كنت اسوي؟ خلنا نسوي موسيقى. اخبركم يمكن اسوي مكتب، تسوي التحديث. وكله عشوائي عشوائي، بس نراويكم مرات بساطة اللعبة. في حد عنده بقى من اوريدي؟ انا عندي بقدر اروح ماريو دوكس ما ادري منو. اوكي حلو، عندي فلوس، فلوس عندي، ما عندي مشكله، ما عندكم مشكله مع فلوس. بس الحين خلنا نشوف اذا بفتح شغله ثانيه ما كنت افتحها يعني قبل، حق المحرك يعني مثل مشاهد مقدمه مرسومه باليد بنحط الحين. احس انه وقتها يعني زين. الحين بسوي تطوير لعبة جديدة بعد عشوائية، بطالع بسوق طائرات الغاز
مش سفن فضاء مثلا، الغاز، سفن فضاء وطائرات، هذا المشهور الحين. خلي الانجن نكست. لحظة، نحن ما حطينا لا هذا ولا هذا. لا ما بايد فري تو بلاي. لا ايش اسمه، كانوا سترايك اي شيء طاف، بس طاف. انا قاعد اسوي طاف حق كل شيء، بس حتى هاي ها نفس ما هنا حطيتها عشوائي، بس خلنا نحط حقوق طبع على اللعبه. اوكي، لانه ما عندي حقوق طبع. نسوي نكست نكست، بزيد ياباني يلا. ها خلاص، هاي بنتج اللعبة. انا ما اعرف كيف الوضع قاعد يمشي معي، لكن بصوركم الحلقة تشوفون معي يعني انا شو قاعد اسوي، قاعد يستوي معي شو قاعد، كيف مرة واحدة طلعت شركة، كيف مرة واحدة استوت. ما بديت فتحت كل شيء في البداية كله صح، حطيت عليه دشيت حق وناسة يعني، مو دشيت حق شيء. هل تريد نشر اللعبة الان؟ لا صبر. اوكي، لما فيها شيء غلط بحث عن ناشر. ما في الغاز، هذا الغاز روح فيه. 71% وشغالة شركة، نزلها على طول تحديث. مش اضافة ممو، تحديث هني كامل على اللعبة. هو نازلة تحديث هني على اللعبة، منو ما عليه كامل، يصير فيه تحديث. موظفين شغالين ما شاء الله، خلنا نسوي بداية حملة معجبين. عندي فلوس وايد صح، 250,000، خلي يجون معجبين قد ما تقدر. هاي بس ناقص لنا موظفين. لحظة، أنا موظف زين، بنزل لهم باتشز عادي. أنا ما أعرف شو السالفة، لكن كل فترة شو يستوي لازم لو شيء عقد عمل تحديثات. خلنا ننزل تحديث هذا، ها قول نزل التحديثات، تحديث كامل. انزين الحين انا بغير المشاهد، ابغى موسيقى بس، مثلات سوق هي حقيقية. اوكي، هذا شو بيسوي؟ ازالة اخطاء، ما عندي حد يسوي لعبة الحين. الحين بعد ما هذا يخلص، مثلات صوتية حقيقية، افضل رسومات. شوفوا ها، وحصلت معجبين 1000 يمين، ما اعرف يعني بالطريقة اللي انا دخلت سويت فيها العاب، انا ما اتوقع احصل اي شيء يعني ابدا صراحة. نزيل من يخلص سانا كرافت، ويت من يخلص هذا بس، خلا ما يبون ما يبون هذا، خلا يطور لعبة جديدة اسم عشوائي بس خلاص اللعبة ناجحة. اقول طور 7000 لعبة نفسها، طائرات، نهاية العالم، الغاز، اركيد. بزيد هذا بتشوف شو بيستوي. هل زيادة الاوبشنات والمواصفات في اللعبة راح تسوي الفرق الخرافي ولا لا؟ انا هالشي بعرفه بعد. انا الحين هذا بيخلص صح؟ عندنا مثلات صوتية حقيقية، وعندنا مشاهد، احسن محرك قديم، وخليل انجن بلس. اوكي، لازم اضيف شيء انا فيه، موسيقى الكمبيوتر، مشاهد، ما سويت انا مشاهد، مو مشكلة هنطور. مش مشاهد، لحظة ابغى فئة جديدة عشان اختم على القديمة. مغامرات على مهارة يركب، بسوي مغامرة الحين، بنمكس نوعين جداد مو مشكلة. هذا الاثنين عندي مشغولين، بس مع الوقت الألعاب تستوي كبير، يوم بتبدأ الألعاب تستوي كبيرة ونبدأ نسوي مكاتب. الحين ما له داعي. لا تري فيها بقات. أنا نسيت أسوي إزالة أخطاء، خلي أشيل الأخطاء قبل أطلع السوق. خلاص الحين أوكي طلعها، لأن اللي كان يذبحنا في الأول صدق الأخطاء. الحين قام ينزل مستوى اللعبة ليش؟ هذا طلعت لي فلوس وايد اللعبة هاي، مو مشكلة بننزل تحديث على اللعبة هاي، لونها مش ديك الزود. بننزل تحديث على لعبة ثانية اللي هي هاي، ما عليها وايد تحديثات، موجودات في السوق هاي. انزين
بننزل إنشاء تقارير اللعبة مكتملة. ما أبغى تقارير، أبغى شو؟ أنا سويت تقرير، لحظة شوفوا هالتقرير يذكرني. أوكي هذا غلط غلط غلط، صح صح صح، رسومات مش أوكي كذا، تغليفات جيدة النوع، في شغلات نحنا نقدر نجمعهم مع بعض يسوي لنا شغلات أحلى ترى، اللي هو أنا ما سويتن. اللعبة بشكل عام قاعد أضرب لفوق، وأنا من غير يعني إني أسوي شيء بدون قايد بدون دليل بدون شيء، بس على السجية على قولتهم، لازم أسوي بحوثات معينة عشان أسوي أشياء معينة، مثل تطوير مش محرك جديد، سوري تطوير هذا جزء جديد. أكثر لعبة ناجحة عندي هذه، بخليها نفس ما هي. أوكي الغاز، أبراج محصنة وغيره، أبراج محصنة زائد طائرات. والله أنا أحس إن كوم جميل بالنسبة لي، بالنسبة لي شيء جميل. في شيء بعد جديد محتل السوق، ها 24% يستاهل 27000، 24% من السوق مو شوية، وايد والله. زين بنزيد الرسومات، لأن قبل كان في فرق الرسومات، نغير هاي نغير هاي غير هاي، هاي كان عليها صح في التقرير. اوكي اخاف اني جبت العيد ترى. انزين، والنيب هذا خليه يزيد اخطاء اللعبه قبل لا تبدا، والنيب هذا يشتغل على تحديث للعبة سوبر ماريو وورد، سوبر مارلو، لا ابدا مش سوبر ماريو مكتوب ابدا. اوكي حلو وايد، أكلها فلوس ترى. بنحط شغلة زيادة مو مشكلة. الحين أي خطأ في اللعبة هذا اللي عندنا قاعد يشل منه الأخطاء، ما في مشكلة. لا طبعا أتأكد، أيوه مفتوح كان فيها خطأين. الحين أنشرها، بحث عن ناشر، الغاز نتعامل وياه هذا دائما. 76% very nice. هاي 76% انشاء تقرير حقه، بتشوف شو غلط شوي، بديت اغير هذا مال التقارير هذا بينفعني. زين تحديثات للعبه، مش اضافه ام او سوري، بحط فيه كل شيء. عندي هنا موظفين يشتغلون ما عندي مشكله، انا ممكن اطور حتى لعبه جديده اسم عشوائي، لان اظن المفروض يتغير، ما تغير غريبه. اقول تطوير محرك جديد، لان عندنا الحين تحسين محرك قديم خليل ون بلس بلس، ليش مثلا 1.01؟ اوكي نفس الاسم القديم، لاني اعرف في قاعد يسوي. اوكي ما غيرنا شيء صح، ما تغير شيء بعدنا، ما ضفنا شيء. ها بعد تعريف التحكم جاي في الدرب، فخلنا نسوي شو جزء جديد. وين 76% مالنا؟ انزين بناخذ محرك، شراء محرك. ما في محركات، ما في محركات نشتريها، ليش ما في محركات؟ عاد نستعمل محرك مالنا. الغاز مغامرة مع لغز، نفس الشيء بالضبط. استراتيجية ناجحة، بمشي على التقرير. انا عقب شوي صبر، شو اللي احس ان الالغاز في غير، ها قاعد يسوي تقارير عنه، فالتقارير بيسوي لي فرق حلو انا اظني. اوكي اذا هاي السالفة بنية هني، بنسوي كاترج ريسيرش. زين بنسوي لأكثر من زين، ها 76% بيدخلنا فلوس وايد، بنسوي له تحديث ورا تحديث ورا تحديث ورا تحديث، مو بشوي انا يعني. بسوي تحديثات طيبة حقه، بس أنا بشوف هني شو اللي غلط، لأن يوم بسوي جزء جديد أبغى أعرف شو التقرير مالي يقول. هل أتم أحدث اللعبة هاي؟ لأنها يمكن أنجح لعبة عندي تكون، أتم أنزل لها تحديثات. زين إزالة أخطاء، لا أبغى تشيل الأخطاء من اللعبة عشان بتشوف التقرير. إطلاق اللعبة، نعم البحث عن ناشر، الغاز
سيد الناشر ما في واحد اثنين 77%. زين الصبر خلينا نشوف انشاء تقارير العاب 76%. اوكي فيلم تفاعلي في ار بي جي تولفات جيدة قال لي. طائرات مش اوكي مع الابراج المحصنة. زين حق الكبار الرسم 15% يبالي رسومات اكثر. موسيقى والصوت تعبان اظن هذا في اللي بعده لازم ازيدهم صح. هذا التقرير هذا يخدمني خدمة. انا كانت ودية حطيتها عمق ما مشى. بحاول اسوي توليف ثاني لان هاي استوت هاي غير عن هاي ترى شوف عكستهم انا. بحاول اخليهم على الوسط تقريبا ما العب وايد عليهم. زين يعني نفس اللعبة بيبها اللي قبل شوي انتجناها جزء جديد وين 77% هاي اوف لايف كرافت وات ايفر. انزين قال لي طائرات مش اوكي لان انا شو قاعد اسوي ابراج المحصنة مع نهاية العالم. خلنا نجرب مو بخسرانين. انزين بنسوي هذي كالعادة نفسهم بزيد رسومات فول بزيد لا خليها بالطريقة هاي. لحظة ما بخليها وايد بعيدة عن الوسط. زين كثير متدين وسط اوكي رسومات اصوات هو يبغى اصوات اكثر قال تكنولوجيا اكثر هذا اكثر واهم شيء اظني كان الاصوات يبغى صح. بخليه بالطريقة هاي عشان يكون نوعا ما متوازن وبنحطي اوكي بخلي هذا الشيء يشيل الاخطاء بنبدا نتعلم اللعبه تتفاعل مع شو عن طريق تقارير. لان الاول انا كنت اسوي على جايد كنت اسوي على هذا على ذاك وتخمين وكذا. الحين لا الحين بننتج تقارير شويه زين وما كان على بالي اني العبها بس جت في بالي يعني جت في بالي بس قلت بلعبها شوي باستراتيجيه اكثر الحين لان انا عندي فيلم تفاعلي وربعه فابى اسوي استوديو شو وين صار ابى مش انتاج ابى تسويق محتاج ماركتينج حاليا اوكي المكتب عود على ماركتينج بس يعني بما انه في الزاويه بخليه ياخذ كل المساحه ما عندي مشكله عادي بنسير على مكتب بناخذ على مكتب محترم ما باكثر من مكتب حاليا اوكي لا تنشره انشاء حملة تسويق العاب كانت اخر لعبة سوبر مارلو اللي ناجحة كانت عنا بصرف عليها 30,000 مو مشكلة هاي فيها اخطاء هي ما بشيلها الحين بس ابى ازيد ضمن الموظفين موظف زيادة اوكي وابى ابدا احطي مش تطوير الكونسول لا استوديو رسمات بسوي اوكي هو استوديو حق الرسمات يبالي مساحة شوي استوديو رسمات فبحطي في الزاوية احسن يبالي مساحة شوي استوديو رسمات خلنا نعطيه مكان الموظفين ما ما راح اوظف اكثر ابدا انا اصلا تحسين الرسومات هاي تو قاعد تتطور اي نعم حط عليها صح خليه يطور رسومات 1.5 مليون سان كرافت نايس زين خليها يسوي لنا جزء جديد لايف كرافت كان سان كرافت 2 سان كرافت 3 مع محرك افضل نهاية العالم بنحطي معه الابراج محصنة نكست بنحطيه على ما
انا ما اعرف اذا الكومب صح انا على فكره، بخلي نفس ما هو دام انه ناجح اوكي 100 100 خله يسوي زين، وخل هذا يشيل اخطاء سنة كرافت 3 انها شلينا اخطاء نتريه بس حق نحن رسومات وبنحطيه في السوق. هذا قاعد يسوي بعدد على حق سوبر مارلو، سوبر مارلو وورلد اللي هو هذا عندنا. انزين هذا خلص، بنطرق اللعبة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بحث عن ناشر الغاز. انزين بسم الله الرحمن الرحيم 79%. الحين بشوف انا شو كان صح وبرد بعدل، بسوي تقرير مرة ثانية. بس الحين شو بسوي؟ بسوي تحديث حق اللعبة نفسها، خلنا ننزل لاباتش، خلنا نطور رسومات اللي هو اللعبة الجديدة اللي جاية، وابقى استوديو موسيقى. الحين استوديو موسيقى بحطي قول لي 3 دخيلة كلها، يبقى 4 بعد. ياخذون مساحات وايد يا جماعة، ما اوكي مو مشكلة عادي بسامح. مكتب استوديو الموسيقى مكتب واحد بس، ما ظني بنحتاج اصلا اكثر موظف في كل الاحوال، كثرة الزحمة اللي كنت اسويها كانت تسوي لي مشاكل. زين الحين تحسن الاصوات، انا متأكد فاتح هنا بنحسن الصوت هني. شوفوا الحين 3 يشتغلون حق لعبة تطلع، شوفوا يعني اللعبة هاي، وفي 4 بعد واحد راح يشتغل عليها بالزيادة. بنحط المجلة عندنا ملايين صح، 500,000 تلفزيون. خلاص الحين فريق كامل قاعد يشتغل، لا مش انسى اللعبة، الحين قاعد يشتغلون عليها، الحين فريق كامل قاعد يشتغل على لعبة واحدة بس، هاي شغلتهم في الحياة. لحظة خلنا نشوف عندنا نوع جديد، يمكن ار بي جي مع مهارة قفز وركض. الحين بسوي بحث، انت سوي تحديثات جديدة حق مارلو دوك فايتن. يس انزين الحين هم كلهم جايين يسوون، ما عندي شيء ثاني اسوي. انزين بس كلهم يشتغلون عشان شخص واحد. الحين شوفوا حتى هذا يشتغل مكان ثاني يستفيد منه. الحين اختار لعبة، لحظة عندي وايد العاب، ويت عندي وايد العاب. كشك كبير 3 مليون، انا جالس ادفع على كشك مارلو دوك فايتنج. عندنا سان كرافت 3 جاية الحينة، وعندنا سوري عندنا وورد اوف لايف كرافت كانت ناجحة ولا لا، مارلو دوك فايتنج سوبر مارلو وورد بعد. انزين بدق عليهم صح، هاي زادون 4000 وشوية. مارلو دوك فايتنج تو خلص، هذا تو خلص، الحمد لله ما اخترت كروس السنة. عندي شيء ثاني احسنه في الاصوات؟ ما عندي، اوكي اوريدي عليه اصوات، اوريدي ما عليه بقات، اوريدي ما عليه شيء. اكتملت اللعبة، استوى عليها ماركتينج، بنزل لعبة الغاز في السوق بعد ما راحت. الحين الغاز راحت من السوق، المفروض اني ما انزل خلاص، بس بعدها ناجحة. زين خلي يطوروا لي محرك جديد. زين خلي الانجن بلس بلس 1 وات ايفر. زين ميزات يد التحكم، زين اجل هنا بيد التحكم بعد القفز والركض. هذا اللي هني تحديثات ثانية سنة كرافت 3. يس زين بخليه يسوون اللي هو، لان عندنا فلوس خليه ايه اخ اضغط لتقبل امية بي بلس ابا. سوري ماي باد، انا حسبتها غلط ومش اوكي ابدا كانت حسبتي. زين الحين شو قاعد نسوي؟ اوكي شلوا محرك من محركاتي. اوكي شوف سنة كرفت اخباره ممتاز، التحديث بعد كامل شامل، حلو حلو وايد حلو. طورنا محرك جديد الحين، هاي توها طلعت اللي هي وورد اوف لايف كرافت 79%، ما طلعت الا تقرير بعدني، مو مشكلة. بس هاي شو بنسويها؟ مش ابراج محصنة، لا نسوي فضاء وقفز وركض وسفن الفضاء.
مغامرة خف صورة ما أعرف إذا راكبين على بعض والله صراحة أحس مو بشيء أحس مو بشيء أبدا بي بلس مفتح نبراية عادي أنا أحس زين هذا تقريبا على كل لعبة لأنه معدل كله معدل 5 من 5 خايب نشتغل عليه صبر بنزيل أخطاء رقم 1 بنحط عليه رسومات رقم 2 بنحط عليه أصوات ثالث شيء بنحط عليه دعاية حملة تسويق رابع شيء عندنا نحن أوريدي ياسين جمع معجبين خلاص أمورنا طيبة وبي بلس جاي في الدرب أصلا ما عندكم مشاكل بس هذا بيتم يسوي حق سانا كرافت أبديت هذا المكتب راح يسوي حق سانا كرافت تحديثات 24 ساعة أنا أشوف أن اللعبة عليها ريتنج عالي وخليها تستمر شوي في السوق زيادة مو مشكلة بحث عن ميزات تمرير ذكاء اصطناعي اوكي بس محتاج انا اني اطور شغلات جديدة مثل عناوين جديدة وهالسوالف لحظة يبالي موظف موظفين زيادة اشوفه بعد ما كنت اوظف من غير حساب قمت استوي امسك شوية موضوع حسبة الموظفين ما بح ما حد بيروح هناك يعني روح لحظة تعال هنا اوكي انزين كلهم ناس يدعمون هذا بشكل او باخر تحسين الرسومات اوكي هاد شوفوا يخلصون شغل ترى يروحون يشتغلون شغله ثانيه ما عندنا مشكله وردوا في لايف كرافت خلى يسوي له باتش ما عنده باتش بعده باقي له يطلع من السوق شوي هاي البرايم خلاص 4 لعب صار عندي في السوق عندي وردوا في لايف كرافت ثانيه ليش ما كتبت عليه 2 انزين ذكاء اصطناعي مبرمج ابغى كم من عنوان جديد الحين عندي قفز وركب هو ار بي جي شي كتره اصلا انا حطيت شي كتره مع شي اوتش اوتش يلا خلينا نشوف مغامره لا انا حطيت مغامره مش هذا بسم الله 73% خلاص ها معنا دايركت راح ينزل جزء جديد حق لايف كرافت 73% زين أبصر ركض مغامرة سفن سفن فضاء نكس فوت انجن خليل انجن كوبي رايتس زين هذا بنسوي الجزء الثاني دو نكست قوة الحماية موجودة هذا موجود كل شيء موجود لعبة ناجحة خلت منها جزء ثاني ما عندنا مشكلة لأنه قام يصير فيها شغلات حلوة يتطلب كلام كثير هذا اني نحسن رسوماته طبعا هم بيخلصون يسوون شغل هنا بيروح يخلصون شغل مكان ثاني ما عندهم مشاكل خلنا نسوي تحديث على وورد اوف لايف كرافت هاي توها نازله زين الحين قاعد ابني شوي شوي بس محتاج صدق شيء يضرب معي ضربه حلوه يعني في المبيعات الحين شو ابغى اسوي؟ دعم العملاء عندي مستوى دعم ما ابغى مستوى دعم ما ابغى انتاج ابغى ماركتنج عندي ابغى اسوي شيء حق الاونلاين اوكي غرفة الخادم وين اخس وايد غالي والله خلنا نحط شيء رخيص شوي انا حتى ما قريت شو يسوي 10,000 لاعب اتحمل ما ادري مليون لاعب ما ادري كم ايوه يعني الحين اقدر احول لعبة امام او ليش ما نجرب امام او ما جربنا ولا مرة الحين يعني البداية كانت وايد حلوة مثل ما قلت لكم ما حط ببالي اسجل لكن الموازين تغيرت شوي لحظة مش هذا لا تحديثات اضافة ام ام او كيف اضيف ام ام او على اللعبة تطوير لعبة اسم عشوائي ليجندز اوف نيلدا ابراج محصنة نهاية العالم
اخاف سوى الركض بيكون اركيد هذا. انزين عصا التحكم قال لي حلو. نكست اوكي سوري. ام ام او 5 مليون تكلفة الام ام او غير تكلفة اللعبة. واو محتاج الى اللعبة جماعة على الانترنت لكي تطور اللعبة. ايوة اللعبة نفسها ما تدعم. في شيء عندي في التطوير بصير اطور الحين اتصور انا الحين بصير اشوف بس خلونا نحطي عليه بعض حقوق الطبع والنشر ونخلي الدنيا كلها تشتغل بس اجل عيونها اللعبة هاي لحظة. عندي هذا زين مو مشكلة تحسين الرسومات اوكي. عمري خلص تسويق زين الحين محتاج احصله هني هذا اني بيكون اذا مو بيحتاج شيء من هني حق الانترنت. وينه 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 تصدقون ما في مش انه ما في مش انه ما في انا يمكن الحين ما فتحته يباله شوي وقت. حسن الاصوات مال هذا ليجند اوف نلدا ايوه جو هذا بيخلصون اخطاء هاي اللعبة اللي الحين راح تطلع فيها الحين اخطائين ولا اربعة ولا شيء بيكون طبعا لا. زين من هذا عليهم يزيلون اخطاء اللعبة الثانية بيكفون اثنين هم. اوكي نكست بحث القفز بالرف واركيد هاي كانت ولا مهارة خلنا نشوف مهارة كانت ما اذكر والله 75% طبعا ده جدا موفق على فكرة بالنسبة لأي لعبة عندنا. شوفوا الحين الفرق بين الشركة القديمة وبين الشركة اللي الحين قاعد تطلع الفرق السما والأرض. خلاص هاي ليجند اوف نيلدا بتكون اخر لعبة ما اعرف اذا بكملها نهاية اصلا لكن انا اتصور انكم تبون اكملها من كيف هي ماشية تبون نكملها اكيد. او 1.6 مليون بعد الديون قام يستوي عندنا ملايين قمنا ندخل اماكن ملايين الحين شو نسوي لصوص نبع اوه اوريدي تحصل لصوص انا ما عندي لصوص لصوص بس تري اخر خطأ اطلاق اللعبة اجل بحث عن ناصر اركيد هاي كان ماكسمالها 80 80 هذا يعني يقول لي تدخل بالطريقة هاي لحظة هذا كأنه يقول لي ادخل تحديثات على طول جند في نلدا حط عليه كل شيء وانت ساير امورك طيبة. انزين لصوص الحين بننزل جزء ثاني لجند اوف نيلدا بس شو بنسوي؟ نبى رصوص رصوص مع الرصوص والمرتزقين شيء واحد اظني هم يعني يتبعون مكان واحد. 2.4 مليون نايس ابو وقف الحلقة بس مش قادر احس اني ياس اكمل يا جماعة احس ان استوى بث من طولة. لحظة القفز والركض والرياضة اظني هم بيكونوا حلوين مع بعض. افضل رسومات افضل اوه فزنا افضل رسومات نايس اول مرة ما حطي اسوأ لعبة في العالم يعني واخر واحد غريبة غريبة. المشكلة حطيت سيرفرات ما ادري بمليون ما ادري بكم ما عندي اصلا بحث انا. زين خلينا نسوي تطوير محرك جديد تحسين محرك قديم بلس 1 1 بلس بلس خيبة شو هذا المهم مو مشكلة
اجل خلنا نسوي محرك جديد عشان نسوي عليه ليجند اوف نيلدا 2. انت تعال تحديثات ليجند اوف نيلدا كل شيء حط عليه. اقول تعال عمل التسويق العاب سويت على لا بغلط وش برايك ولا اقول مش برايا لان اللعبة هي بتطلع من السوق. ويت 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 ليجند اوف نيلدا اوكي خلنا نحط على شيء شغال في السوق. الحين بسوي ليجند اوف نيلدا 2 زين جزء جديد ليجند اوف نيلدا 2 نفس الشيء بس هاي اللي بغيرهم الى لصوص ومرتزق هالاثنين مع بعض اظني ما يتغيرون. خلينا نحط بي بلس نحطيه على الكمبيوتر نحطيه على الابل هاي دائما موجودين بس اذا نبغى شيء ثاني ماسك سوق 12% مثل هذا 5000 ولا شيء خلوا نشتري واحد ثاني الحين بعد مو بشيء ويعني يا ربي انا ما يلس اقرا بي بلس سوري 6% مو مشكله الحمد لله انه شيء فلوس اوكي بي بلس بي بلس نكست انا خبصت الدنيا هني بس مو مشكله شرح حمايه نسخ جديده الاصدار الثاني نعم الاصدار الثاني وينه هذا هو نفس اللعبه نفس ما هي بس بزيد عليه ياباني منو بعد هنا يحبون الاجرام ما في حد ثاني ما اظني. انزين نحن عندنا من المانيا بونس 5% مبيعات لهالسبب انا اتجه اني احط المانيا كل مرة على فكرة هذا السبب وجود المانيا اصلا في كل لعبة فلا تاخذونا على الفاضي. هل تريد نشر اللعبة تعودنا احنا ما ننشر العاب لين نشوف كل اللي فيها راح نجد ابن اللتو ليش خلصت بسرعة اوكي اطرق اللعبة في السوق البحث عن ناشر مهارة ما عندنا غيره ها 23% لحظة لجن شيء غلط ليش تغير السوق لا سوق جديد ليجند اوف نيلدا لحظة 3 ليش لصوص نهاية العالم ولصوص قفز الركض زائد رياضة مع محرك خلينا نشوف نجرب الطريقة هاي ويت في شي غلط تو استوى بي بلس هل ناخذ منصات بي بلس حماية النسختين العابي 89% ليجند اوف نيلدا انسخ المفهوم اوكي نسخناه نكست نكست نحط كل شيء داخل يلا بسم الله بس خلص اصلا بشكل مش مفروض يخلص صح شو السالفة مؤثرات صوتية حقيقية بنحطي تحسين رسومات الغاء تحسين رسومات بجن ايفو ريكوردري انا شو هسه اطور انا سويت لعبه ثانيه شوي خبصت المفاهيم انا اظني شوي خبصت المفاهيم هلا نزل تحديث على الليجند اوف نيلدا دام هدخل فلوس اللعبه الناجحه اهم اللعبة الناجحة هم المهم بس انا الحلقة اليوم ما يطول الحلقة ان شاء الله نشوفكم حلقة ثانية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.